السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. طلابنا الأعزاء، يعني أنا أعرف أنت تمر حاليا بظرف صعب، أنت مرحلة أولى ما تعرف المادة شلون تجي، فاليوم إن شاء الله راح نشرح لك مادة الصوت. كل اللي أريده من عندك تركز وياي وتنتبه يمي، وهذا الملف راح تلقاه بالتعليقات، أول تعليق راح أنشر لك هذا الملف، راح تقدر أنت تشوفه، عفوا تقدر أنت راح تنزل هذا الملف وتشوف نمط الأسئلة، بس خليك وياي وتابع أول بأول. يعني هي مادة الصوت حالها حال أي مواد أخرى، هواي أكو نماذج عليها أسئلة، ممكن تجي تعاريف. هنا طبعا أحد الأساتذة في أحد الجامعات ما جايبهن تعاريف، يعني إسقاطات جايبهن. يعني شوف هنا تعريف وهنا فوق الكلمة، فأنت وظيفتك تربط هذا الكلام مع هذه التعاريف. فمثلا يقول لك ان نيزلز، في اصوات النيزل السوفت بالات اللي اخذناه بالمحاضرات السابقه، السوفت بالات يعني سقف الحلق يكون لاورد. اذا الجواب راح يكون لاورد، يعني رقم 2 راح يكون هنا لاورد. هنا different realization of the same phoneme، يعني هو ادراكات مختلفه لنفس الصوت، وهو الالفون الالفونز. زين، رقم 3 are produced without obstruction، يعني هي الأصوات التي تخرج بدون إعاقة لمجرى الهواء، هي الـ vowels وأخذناها أيضا. A sound that consists of movement gliding from one vowel to another، انزلاق من أحد الأصوات إلى الأصوات الأخرى، وهو الـ diphthong، وهو الـ diphthongs. زين، فهذا هو يعني السؤال الأول. ممكن ما يجيب لك ذني، ممكن هذا يجيك فراغات انت لازم تكتبه، انت هذا تكتبه، يعني هذا يجيك فراغ انت تكتبه من عندك. او ممكن يعني يقول لك عرف لي الدفثونج، الفاول، الفونيم، الالفونز، موجودات ذني ناشرين هنا ملزمتنا، وسوينا لكم دورة مجانية على هذا الموضوع. نمط اخر للاسئلة يقول لك show the number of phonemes، شنو يعني قصده؟ يعني حدد عدد الفونيمز، كم عدد الفونيمز اللي عندك. هنا عندنا F I N فاين، هنا ثلاثة، ليش ثلاثة؟ لأن الإي ما يلفظ، الشي اللي ما نلفظه ما يعتبر صوت. هنا شي هذه صوتين، هذا ال S H اثنينها تلفظ شي، وهذا هو صوت الإي. شوف هنا الإي لفظ حسبناه، هنا الإي ما لفظ ما حسبناه. هنا هذه أيضا تكون ثلاثة، إذا هاي ثلاثة، هنا اثنين وهنا ثلاثة. M والإي هاي دبل إي، أي يسمونها صوت الإي الطويل، وهذا هو صوت التي ثلاثة. إذا الأولى تتكون من ثلاثة أصوات، صوتين، وهنا ثلاثة أصوات. وهنا يعني طبعا راح يجيب لك أسئلة متنوعة. السؤال الثاني يعني ما المقصود مثلا بالبي بي سي، تعريف البي بي سي. طبعا هاي المادة هسه هو من جايبها، هاي ترى مو مادة الشهر أول الشهر الثاني، هاي تقريبا نصف الكتاب يعني. زين، what are what are what is ال كولد، شو نسمي صوت ال؟ احنا نسميه لترال، صوت جانبي. ليش؟ لان الهواء يخرج من جوانب اللسان، هذا ايضا موجود بالفصل الثالث. فانا اسئله متنوعه، يعني يجيب لك فرع من الاجوبه ويريدك من عندك الجواب. هذا شوف نمط من انماط الاسئله. ايضا ممكن يجيك السؤال يقول لك شو ذا ساوندز، شنو قصده يعني؟ معناه يعني انطيني مثال على هذا الاصوات، يريد صوت فويس مهموس، بالاتل، سيمي فاول، هيك يريد صوت مثلا voiced مهموس نيزل انفي وفلر. فلر يعني اخذناها، هاي الاصوات النيزل والفلر ايضا موجودات. يعني نريد من عندك امثله، تكتب انت مثال، اي مثال. يعني اذا اراد من عندك مثلا صوت قايل لك اريد صوت فريكشن احتكاكي كذا، هذا ان يكون الموجودات بالفصل الثالث. من توصل للشابتر الثالث راح تعرف شنو المقصود، فهذا السؤال راح تقدر تحله. موجود ايضا مزبت له بها كل هاي نمط، هاي كل انواع الاسئله، يعني امثله وصف كل صوت ووصفه قدامه. اللي يرغب بشراء الملزمه يبعث لنا اسمه، عنوانه، ورقم تليفونه بالمعرف الموجود بالوصف، وراح يقدر توصل الملزمه. نمط اخر للاسئله هنا مثل ما ذكرت لك، قايل لك with examples define three of the following، عرف ثلاثه مما ياتي، بايليبيال، فالار، جلوتس، فرجاتيفس. يعني منطق تعاريف من الكتاب يريدك تعرفه، سؤال واضح جدا. هنا ترانسكرايب يعني اعطي وصف، انيشال ساوندز انطيني
وصل يعني هو ايش قايل لك؟ هو يريد الرسم الصوتي ها، ولكن يريد للاصوات البدائيه، يعني يريد بس اول حرفين، يريد الرسم الصوتي لاول حرفين فقط مو كلهن. فمثلا قال لك اريد الرسم الصوتي الانيشال ساوند يعني الصوت البدائي، فاينل ساوند يعني معناها الصوت الاخيري، شو ذا نمبر يعني حدد عدد الفونيمات كم صوت عندك. هذا كله موضوع الرسم الصوتي، وانا مسوي دوره كامله على موضوع الرسم الصوتي موجوده بقناتنا على اليوتيوب. زين، فرع اخر ممكن يجيك من نمط الاسئله show the manner of articulation، معناها حدد نوع النطق. of the final of two يعني حدد نوع طريقة النطق. وهذه manner of articulation جدول موجود لازم تحفظه، كل صوت إلى صفة معينة. الت مثلا توقفي، ت توقفي بي توقف، مثلا اكو احتكاكي وإلى آخره، كل صوت إلى صفة معينة. بايليبيال كذا، كل صوت إلى ميزة معينة. عندنا شغلتين للأصوات، عندنا manner of articulation يعني طريقة النطق، وعندنا يعني how the sound produced كيف يتم خروج الصوت، أو where the sound produced يعني من أين أنتج الصوت. عندنا manner of articulation و place of articulation، جدول موجود كلش مهم تحفظونه. رقم 3 circle the correct choice، حدد الاختيار الصحيح. هنا جايبك اختيارات يعني سؤال جدا بسيط. voicing low plus articulation refer to the activity in the vocal cords، يشير الى النشاط في حبال الصوتية، طبعا هو الفويزنج الاهتزاز. سؤال اخر يقول لك the sound فراغ does not occur at the beginning of the word، ما يجين بداية الكلام، شنو هو؟ طبعا هو صوت الجي ما يجين بداية الكلام. The sound is voiced، يكون هذا صوت مهموس، يكون bilabial شفوي، يكون توقفي، ويكون weak، ويكون short. هذه الصفات كلها موجودة بعدنا ملزمتنا، موجودة ملزمتنا كاملة، يعني كل صوت وقدام صفاته. هاي قال لك يا صوت من هذه هو يكون stop، يكون weak، يكون short، صوت الب. قال لك bilabial لو أصوات bilabial لو أصوات dentals means the tip of the tongue touch the upper front. هاي في الصفات الأصوات موجودة بالفصل الثالث، موجودة ذني صفات الأصوات كل صوت قدامه صفاته. وهنا أيضا سؤال بسيط جدا هذا، يعني هم حدد لك أصوات وقال لك نزلهن جوا حسب المعنى، حسب المعنى، حسب كل صوت. the smallest مثلا هاي a vowel which remains consonant، أصوات التي تبقى ثابتة و does not glide والتي لا تنزلق، شو نسميها؟ طبعا هي أصوات البيور. smallest meaningful unit هي أصغر وحدة صوتية وتكون لها معنى، طبعا هي الفونيم، هي الفونيم. زين، هذني تعاريف جدا واضحات ويجن. glide from vowel to another يعني انزلاق من أحد الأصوات إلى الأخرى هو trifthong. طبعا طلابنا الأعزاء هذه الامتحان اللي ممتحن الأستاذ بهاي الأسئلة، ترى هذه مو فصل أول وثاني، مو تشوفها تقول هذه صعبة علي، صح صعبة عليك لأن أنت ما ماخذها، بس هي مو صعبة بالحقيقة، هي سهلة، هاي أسئلة جدا جدا سهلة، لأنه هاي مأخوذة الفصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هاي أول خمس شابترات امتحان، فلا تحسها صعبة، ترى سهلة المادة. The soft palate in فراغ sounds is lowered، يعني سقف الصفت بالات، منطقة الصفت بالات في أصوات الفراغ تكون منخفضة، هي أصوات النيزل، في أصوات النيزل هاي الصفت بالات اللي أخذناها تكون منخفضة. انا قال لك ذي شو ذا نمبر، حدد عدد الفونيمز، طبعا انت تسوي رسم صوتي وتحدد. هنا عندك ثلاثة في اف واحد، الاي هذه صوت دبل اي هذه صوت واحد، والال واحد، شاي اثنين، سمايل اس واحد، ام اثنين، اي ثلاثة، ال اربعة، الاي ما تنحسب، ليش؟ لنهاية كلمة. وهنا ممكن يجيب لك انواع، قلت لك مثل ما قلت لك حسب نوع السؤال، ممكن يعطيك اللي يقول لك اريد امثلة، ممكن يقول لك اريد امثلة، وممكن يجيب لك اريد رسم، يعني مثلا يجيب لك الصوت يقول لك اشرح لي مميزاته، اشرح لي مميزاته، حدد لي وضعه شلون يتم نطقه، how can we produce، كيف يمكننا ان ننتج. للتذكير اخوانا الاعزاء، انت مثل ما تعرف، مثل ما عندنا باللغه الانجليزيه مصطلحات مختلفه، عندنا باللغه العربيه واي لغه كانت، هذا الشيء طبيعي، كل لغه لها فد يعني اسئلتها. فاحنا هنا مثلا يعني نقول define the following terms، يعني عرف المصطلحات الآتية، ممكن يقول لك what's meant،
what is the what's meant يعني ما المقصود. ممكن يقول لك سؤال آخر يعني state يعني وضح. ممكن يقول لك explain أيضا وضح. فكلها معناها تعريف. ال RP تعريف ال RP شنو ماخذينه إحنا؟ فونيم ماخذينه. تونغ تعرف اللسان. الفريكشن كونسنت تعرف أصوات الفريكشن وعددهم وياك منهم مهمة. فذا البالات وإلى آخره. التيث الأسنان اللبس الشفتين لارينكس فوكال كورتس غلوتس. هذا يقول لك عرف ليهم. زين السؤال الثاني قال لك فراغات. يقول لك التنغ يقسم إلى فراغ وفراغ وفراغ. تقاسيم اللسان. Tongue is the most important organ of speech because يقول لك اللسان هو أهم عضو نطق. ليش موجود هذا السؤال بتعريف اللسان نفسه؟ يعني ممكن تقول جواب because of the greatest variety يعني بسبب الحركة العظيمة. يعني هو يؤدي حركة مختلفة متنوعة. حركة كبيرة مختلفة متنوعة. زين لذلك هو أهم عضو نطق. وهسه إحنا أي واحد يعني نعتبر عضو النطق من أهم أعضاء النطق. والدليل إنه أي شخص هسه حاليا عنده مشكلة بلسانه ما يقدر يتكلم. لذلك هو أهم عضو نطق. السؤال الثالث يقول لك الهواء يخرج من خلال and comes us through comes يعني by the lungs يعني يطلع من الرئتين ثم إلى الوايند بايب at يعني vocal cords at the larynx يعني بالحنجرة وثم يتكم. طبعا هذا حق كلام موجود بالكتاب جوا الرسم نفسه جايبين من عند الفراغات. هذا كلش مهمات. There are فراغ phonemes هنالك in English. طبعا اكو 44 صوت. The vowels أصوات العلة هم مزجد. أصوات العلة من عندهم يكونون 20 وأصوات الكونسننت يكون 24. P is صوت الـ P is consonant while P is يعني الـ P is الـ P والـ B. أنا كاتب هناك خطأ مطبعي. الـ B يكون weak مثلا ذاك يكون strong يعني تنطي مميزات كل صوت. الانج has a partial destruction because it does not occur at the beginning. طبعا هو هذا صوت الانج هذا صوت ما يجيني بداية الكلمة خلاص. هنا the soft palate is the protection of English nasals. The soft palate is the protection of يعني السقف الحلق soft palate اللهات تكون مرتفعة لا منخفضة بصوت النيزل منخفضة. هنا تكون مرتفعة هنا تكون raised هنا تكون lowered. The tongue with the tip point toward the in gliding consonant بأصوات الجلايدنج يكون اللسان فلان. هذا طبعا هذا بأصوات اللسان من راح ناخذه. يعني شوف الأسئلة تجيك فراغات هو تعريف يجيب لك فراغ هو تعريف يجيب لك فراغ. ومثل ما تشوف هاي الأسئلة هنا هذا السؤال الثاني قال لك how many phonemes are there in these words. كم عدد الفونيمس اللي موجود عندك بهاي الكلمات؟ شنو يعني انت سوي رسم صوتي طلع كم صوت عندك تقول يابا هذا الكلمة بها كذا صوت هيك. هناش قايل لك how many vowels كم عدد الاصوات الفاولز اللي موجودة عندنا بها. طبعا هذا هم رسم صوتي بس تكتب بس اصوات العلة كم صوت موجود علة عندنا. يعني هسه مثلا هذا الشاي هذا الشاي ما عندنا به لا صوت علة خلاص تكتب صفر. مثلا هاي month هذا واحد صوت علة واحد. هنا هذا صوت علة واحد. هنا هذا صوت علة واحد. هنا هذا صوت علة واحد. راح تقول والإي الإي بالأخير ما يحسب ما يلفظ هيك. فهنا قال لك هم how many vowels كم عدد أصوات الفاول. وهنا قال لك how many phonemes كم عدد الأصوات. يعني هم علة وفاول أصوات صحيحة والعلة بس هنا رأيت بس فاول. هنا قايل لك draw the figures of speech and name them يعني ارسم اعضاء النطق ورسميهم. يعني مرات اقول لك explain يعني وضحهم. تكتب ترسم الرسم هذا مع الاشكال مع اعضاء النطق وتعرف كل واحد تكتب له تعريف. السؤال السادس transcribe يعني ارسم سوي رسم صوتي.
اكتب الصيغة الرسمية، يعني مثلا قال لك هو يسوي له رسم صوتي، شلون يصير هاي بالرسم الصوتي. السؤال الثابع، السؤال السابع عفوا، talk about the protection، يعني تحدث عن نطق صوتي السيء، يعني الملاحظات النوتس اللي موجودة بالفصل الثالث، اكو ملاحظات واحدة اثنين ثلاثة تكتبهن وترسم الشكل drawing a diagram وترسم diagram. هذا هو، هاي صيغ الأسئلة اللي ممكن تجيك، يعني يقول لك ارسم الاس، ارسم شكل الاس، اللسان والكذا من يكونون بحالة الاس، وكذلك وضح لي طريقة النطق شلون يكون السافت بالت. هذا الكلام موجود بالشابتر الثالث بالنوتس ملاحظات. شوف هنا قال لك transcribe the following sounds، يعني اوصف الاصوات التالية، او يقول لك transcribe the articulation، صف عملية النطق، او يقول لك talk about the production of the phoneme، او يقول لك تحدث عن نطق الاصوات، او يقول لك how does this او how do this sound produce، كيف يتم نطق هذا الصوت، او يقول لك how do we pronounce those او these words، كيف نمكن. كل هذه، كل هذه صيغه لصيغ سؤال لما يقول لك وضح لي النوتس. هذا قصده هنا، تكتب النوتس اللي موجوده بالشابتر الثالث، اكو كل حرفين لهن نقاط. هاي كلها صيغ الاسئله من تجيك معناها يريد من عندك النوتس، فانت تكتب كل صوت موجود عندك بالكتاب، كل واحد تكتبه زين. يعني هذا ت، طبعا هم كاتبين الت والدي، انت هو كاتب لك بس الت، تكتب انت مال الت والدي اثنينات وبالكتاب. سؤال التاسع، what are the differences between the following sounds، شنو هو الفرق ما بين الك والج؟ تقول هذا ستوب، هذا قوي، هذا نيزل، هذا فلاني، هذا فريكشن، هذا كذا، هيك شنو هو الفرق ما بين الك والج؟ وموجودات ذني بملزمتنا بالملاحظات، بالملزمة كاتبين كل صوت ومميزاته، فهاي المميزات انت تسويها مقارنة، تقول له مثلا الك قوي، الك ويك، الك مثلا سترونج، سترونج ويك، قوي ضعيف، هذا فاول مثلا، هذا كونسنت، هنا ذن اثنيناتهم كونسنت، بس قصدي بشكل عام يعني، هذا مثلا بايليبيال شفوي، هذا نيزل انفي، والى اخره. السؤال العاشر، ممكن يقول لك اكتب خصائص الهاء، طبعا هو من يقول لك خصائص الهاء يعني النقاط، تكتب مميزات الهاء، تكتب عن الهاء، تقول ممكن يصير بالبداية والهاء كذا يكون هيك، فهذا هو بشكل عام. فهذا هو يعني المقصود، وهذا تصيغ الأسئلة بالنسبة لمادة الصوت للمرحلة الأولى. إن شاء الله استفاديتوا، أي سؤال واضح أو فكرة واضحة اكتبها بالتعليقات راح أجاوبك. لا تنسى تشترك بالقناة وتشارك هذا الفيديو زملائك اللي بالمرحلة الأولى وياك، لأنه يعانون من مادة الصوت ومن صعوبة الأسئلة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.